مرور ناجح، فرصة تسجيل، حاول الإزالة خايبة لفريق كامبالا السيتي، كرة داخل المنطقة، الهدف 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 أول هدف الهدف لفريق كامبالا. كامبالا يسجل، يتمكن من اختراق دفاعات ريفرز يونايتد. إيك بونو يتمهل، إيك بونو ممتازة، والتعادل هو التعادل، التعادل عن طريق اللعب سكين عادل كفا. هجمة مرتدة كانت كافية للرد من جانب ريفرز يونايتد. كم في مناطق ريفرز يونايتد، كرة داخل المنطقة، كنترول الثاني، الهدف الثاني، خطأ كبير في دفاع ريفرز يونايتد. يسجل كامبالا سيتي عن طريق هدافه الثاني.